هلا بكل المشاهدين اللي انضموا لنا في ساعتنا الثانية. خلينا نبدأ مع بعض الإحصائيات اللي سجلت في الأشهر الماضية فيما يخص نسب الطلاق في العالم العربي بشكل عام. أعلى نسبة طلاق سجلت في الكويت ولبنان والأردن ومصر والجزائر. في مصر تصير حالة طلاق كل دقيقتين وهي الدولة العربية الأكثر في نسبة الطلاق عربيا. السعودية كانت الأعلى في نسبة الطلاق مؤخرا كمان مقارنة بدول الخليج، حيث سجلت فيها 53,000 حالة. وكانت أمريكا الأعلى على مستوى العالم، فيها نصف الزيجات تنتهي بالطلاق. وفي روسيا كمان نسب الطلاق مرتفعة جدا. فخلونا نشوف تقرير عن هذا الموضوع ونرجع للرياض مع خليل ونشوف ضيفه. البدايات دايما جميلة مع مشاريع ومخططات لمستقبل طويل وواعد، ولكن الحاصل في بعض العائلات ومع كثرة أعباء الحياة الزوجية والمسؤوليات بتزيد الهموم وأحيانا المشاكل، ومع كثرة الضغوطات بتصير الحياة لا تطاق وصعبة. وهون بيلجأ الأزواج للانفصال وبتصير فكرة أنه نكبر سوا غير موجودة. وطبعاً للطلاق أسباب عديدة، منها العنف ضد المرأة، الخيانة، تدخل الأهل، وفي بعض الأحيان إدمان العمل أو الانشغال على السوشيال ميديا. ظاهرة الطلاق أصبحت للأسف منتشرة وبكثرة في عالمنا العربي، وكانت السعودية من الدول اللي بتعاني من هذا الأمر في السنوات الأخيرة، خصوصاً في فترة كورونا، ووصلت نسبها إلى ما بين 40 و50% من عقود الزواج، يعني 149 حالة طلاق تقريباً بشكل يومي. يعني احنا دائما مع نقدر نقول العلاقات الاسريه والترابط الاسري، ودائما احنا ضد يعني نقدر نقول الانفصال، لكن احيانا يكون الانفصال حل، ولكن في الاخير وزي ما قلنا في البدايه انه من المهم ان الواحد في مثل هذه القرارات، سواء كان لزواج، سواء لشراء، سواء كان لانفصال، انه يتخذ القرار بعد فتره ويكون هذا أكثر من اللزوم ويتخذ قراره وفق قناعة كبيرة. اليوم ينضم لنا من جدة تركي خان، مرشد في العلاقات الأسرية. أهلا وسهلا فيك أستاذ تركي، ونورتنا اليوم. أهلا وسهلا خليل، أهلا وسهلا بالمشاهدين. وزي ما أنت قلت يعني العلاقات دائما موضوع حساس، واليوم موضوعنا اللي هو الانفصال والطلاق اللي هو حساس أكثر صحيح. من الزواج نفسه. طيب أستاذ تركي، اليوم بالأرقام نسب الطلاق تزيد وفي كل سنة أكثر، خصوصا السنوات الأخيرة، وش السبب لزيادة نسب الانفصال؟ يعني صراحة في أسباب كثيرة، الواحد ما يعرف من فين يبدأ ومن فين يوقف، بس أنا بالنسبة لي أول سبب إنه إحنا اليوم صرنا عايشين في عالم جديد، تمام؟ والعالم هذا يبغى له مهارات زواجية مختلفة عن اللي كانت تمشي في السابق. فأي اثنين يكونوا ماشيين في زواجهم الجديد بالمهارات اللي كانت ماشية زمان، مش إنه هي سيئة، بس اليوم مو هي اللي يحتاجها العالم أو الزوجين، راح دائما يدخلوا في اصطدامات. ومن أهم الاصطدامات أنا بالنسبة لي إنه اليوم العالم صار فيه اتساع، صار فيه اختيار، صار فيه خلينا نقول حرية أكثر للاختيار للرجل وللمرأة في العمل، في مجالات التطوير الذات وغيره. لو برجع للأساس، سبحان الله، يعني الزواج الغاية الرئيسية منه هو الاتساع، يكونوا اثنين يتبقوا مع بعض، يصير فيه اتساع، أو يعني خلينا نقول اتساع في الخلق، اتساع في المجالات، اتساع في كل شيء. ولو نبغى ناخذ الأساس، يعني خلينا ناخذها كذا حبة حبة. اثنين تزوجوا، جابوا أطفال، وأصلاً هي الوسيلة لجلب الأطفال الشرعية هي الزواج. فإذا الزواج هو وسيلة للاتساع واستمرار خلق البشر. فلو أنا أخذت هذا الموضوع طبقته على الحياة، إذا هو الزواج وسيلة للاستساع المالي، وسيلة للاتساع الحياتي، البيت، يصير عندهم بيت مستقل، يصير عندهم مال أكثر، يصير في عندهم حياة أفضل، يصير في عندهم أحد يتكلموا معاه كل يوم، وكل واحد يسمح للثاني أنه يتسع في إطار هم يتفقوا عليه. ممتاز. طب إذا قلنا إحنا اتساع وخلق، بس اليوم اللي بيتزوجوا بيصير الزواج ضيق وخنق بدال اتساع وخلق، إحنا كده قاعدين نعاكس الغاية الرئيسية اللي أصلاً من أجلها سبحان الله يعني الله حط الزواج كوسيلة للوصول لغاية أكبر. فبدال علاقات تصير
خلاقة وفيها اتساع تصير علاقات خناقة وفيها ضيق وتحكم وسيطرة، وبالتالي هنا تبدأ الاصطدامات، كل واحد بيفرض شخصيته وكل واحد بيكون هو المتحكم والمسيطر في العلاقة. يا سلام. فتبدأ بعد فترة تبدأ هذه المشاكل تظهر. طيب. على الطبق. وصف جميل أستاذ تركي، لكن في الأشهر الأخيرة يمكن 7 حالات طلاق كل ساعة، الموضوع ما هو يعني مزحة، والغريب أنه صار سهل، والنسب يمكن أعلنت عنها الهيئة السعودية للإحصاء. يعني برأيك في مثل هذه الحالات إيش لازم يكون موقف الأهل؟ شوف، أنا بالنسبة لي عندي وجهة نظري الخاصة عن الإحصاءات، كل ما إحنا بنهول في الإحصائيات وبنطلعها ومركزين على الطلاق، أقول لك وجهة نظري الصريحة، أي طبعاً. راح يزيد الطلاق، راح يزيد الطلاق. أنت قاعد تخلق، إحنا إيش نستفيد لما نحط نسب زي هذه للجمهور؟ أنا ممكن أخذها كجهات اشتغل عليها عشان أوجد حلول. لما نحطها للجمهور، كل واحد الآن صار عنده خوف من الطلاق، ومعروف إحنا الشيء إذا تخاف منه راح يجي. الله يقول أنا عند ظن عبدي بي، إذا أنا داخل الزواج بخوف من الطلاق راح أجيب ممكن الطلاق. فأنا دائما ضد الخوف، لأنه كل شيء أنت يا تدخل بحب ورغبة يا بخوف. فأنا وجهة نظري بدال ما نركز على الحد من الطلاق أو كيف أنا ما أطلق في علاقة الزوجية، خلينا نركز كيف نبني علاقات سليمة، كيف نبني علاقات متزنة، كيف نوجد حلول للزواج الرائع. فأنا لما أبغى أتزوج ما أتزوج وأنا خايف من الطلاق. طيب يعني وفق اللي تقوله يعني الزواج. أستاذ تركي، في خوف من الزواج عند البعض؟ أكيد اليوم صار في ناس عندهم خوف من الطلاق، فبالتالي صاروا خايفين من الزواج، فبالتالي أول ما يطلع وجهة نظر مختلفة في العلاقة وقت الخطوبة الملكة أو حتى بعد أول سنة، يقول لك خلاص بدل ما نطلق بعدين خلينا نطلق الآن. إيش اللي جاب هذا الخوف؟ هذا رقم واحد. هذا رقم واحد. رقم اثنين، بالنسبة للطلاق أو النسب هذه الزيادة هي بتزيد، لأنه إحنا اليوم زي ما قلت لك في أساسيات في العلاقات اليوم تحتاجها أو مهارات العلاقات ما صارت موجودة. إذا واحد بيدخل في العلاقة إنه يبغى يسيطر، يبغى يتحكم، يبغى يكون هو الشخص الأول والأخير والآمر والناهي، اليوم هذا الموضوع ما راح يمشي. يحتاج إنه يكون في بينهم تعاون، في بينهم خطة، في بينهم اتفاق، إيش ليك وإيش ليا، وإيش أنا راح أعطي وإنت إيش راح تعطي عشان يستمر هذا الزواج. طيب يعني في بس أستاذ تركي، يعني كثير سيدات يشتكون من أهمال أزواجهم لهم، ولكن هل هذا سبب حقيقي لارتفاع نسب الطلاق؟ لأنه 12% ما بين 2019 و2020 يعني زادت فيها نسبة الطلاق. تمام. أنا بالنسبة لي هذا ممكن يكون أحد الأسباب، بس من الأسباب اللي اليوم بتسبب كمان زيادة في الانفصال إنه صار في أدوار ما كانت موجودة زمان للمرأة. فالمرأة اليوم صارت عاملة، صار عندها طموح، صار عندها غاية، صار عندنا في السعودية لما نتكلم عن السعودية صارت تقود سيارة، صارت هذا الشيء الجديد. بالنسبة للرجل يمكن لسه مو عارف يتعامل معه، وبالنسبة للمرأة يمكن أول ما الرجل يجي يقول لها لا تسوي لا تفعلي، هذا بده ياخذ مني وبده يعني يخنقني وياخذ حريتي مني، فأنا خلاص ما أبغى. فهنا نحتاج إحنا إلى نشر وعي جديد صراحة يساعد الرجل إنه كيف يتعامل مع هذا الشيء الجديد اللي ما نشأ عليه هو صغير، مع أمه، مع خالاته، مع عماته. يمكن مو كل أحد نشأ في هذه البيئة لسه، هذه الآن الجيل الجديد هو نشأ فيها، بس الجيل السابق أكيد ما نشأ فيها، فيحتاج إلى مهارات يعرف كيف يتعامل مع هذا التغير. ونفس المرأة كمان تحتاج تستوعب إنه إيش معنى الحرية المتزن اللي ما يضرب في موضوع الزواج. أنا بالنسبة لي هذا صراحة من أكبر الأسباب اللي قاعد ترفع اليوم النسب. الرجل اللي يبغى يكون هو الآمر، هو المسيطر، هو الشخص اللي خلينا نقول ماشي زي زمان وزوجها هي الخاضعة وهي وهي، في فرق بين القوامة وبين التحكم. أنا ما أتكلم عن القوامة، أتكلم عن التحكم. والمرأة بالنسبة لها صار الموضوع أول ما أحد قال لي حاجة لا أنا أزعل، وهذا راح يمسك حريتي وراح يخنقني وراح يعمل. فنحتاج إنه إحنا نشتغل على وعي جديد يرفع هذا الموضوع عند المرأة، يرفع هذا الوعي عند الرجل، يساعدنا إنه إحنا نبني علاقات زي ما قلنا خلاقة وبناءة بدل ما تكون علاقات. طيب أستاذ تركي، يعني قبل نقدر نقول إنه نسبة الطلاق أو على الأقل إنه قبل اللي يتزوجون يأخذون فترة طويلة بالزواج، نسمع بعد 10 سنوات، بعد 15 سنة، الآن نسمع بعد سنة، بعد 6 أشهر تم الطلاق. إيش الفروقات اللي حصلت؟ ليش خلقت هذه القرارات في على قرار الانفصال في يعني في بداية الزواج نقدر نقول؟
مرة سؤال جميل خليل الصراحة، وهذا واحد من أهم أسباب الانفصال، بالذات الناس اللي كملوا مع بعض سنوات. من أكبر الأخطاء اللي نفترضها إحنا في الزواج اللي هو الثبات. في الحياة هذه ما في ثبات، الثابت الوحيد هو التغيير. والله يقول في واحدة من الآيات كل يوم هو في شأن، حتى الله يعني وصف نفسه أنه أنا كل يوم في شأن. فالثبات الذاتي غير موجود. يعني أنت خليل اليوم مو نفسك قبل 5 سنين، أنا مو نفسي قبل سنة، مو قبل 5 سنين. فبالتالي الزوج والزوجة لما حيتزوجوا حيكونوا شخصين، حيجي يطالعوا في بعض بعد 5 سنين، هو تغير وهي تغيرت، بعد 10 سنين هو تغير وهي تغيرت. فمهم جدا إنه إحنا نستوعب إنه في العلاقات الزوجية ما في ثبات، مو شرط الشيء اللي كان شغال زمان نصر إنه إحنا نرجع ونحارب عشان يرجع، يمكن انتهى، يمكن الشخص هذا ما صار يحب هذا الشيء، ما صار يقدر يعطي هذا الشيء. فإحنا دائما نشوف إيش اللي صاير متغيرات عندي وعند الزوجة، وكيف هذه المتغيرات ممكن تأثر على العلاقة. طيب كيف نبني العلاقة بطريقة تكون جديدة تتناسب معايا أنا اليوم ومعاك أنت اليوم؟ صحيح. فموضوع الثبات ترى هو بيسبب اليوم طلاق أكثر للناس اللي متزوجين من زمان، لأنه يقولوا زمان كنا وزمان كنا. فأنا مرة مهم نبني هذا الوعي إنه ما شيء اسمه ثبات، كل ما تغير أحد أو اثنين نرجع نعيد تعريف شكل العلاقة، في اندماج حتى مع الخلافات والأشياء هذه تندمج مع هذا الثبات. لكن أنا قرأت مقولة في على لوحة في أحد منازل الأصدقاء، يقول لك العلاقة كالمنزل، تستمر في إصلاح ما يتعطل ما دمت تعيش فيه. أيوة هذه ورايا. صحيح. وهذه نقطة مرة مهمة. ليش؟ البيت طول ما أنا عايش فيه، خرب شيء في الكهرباء أو اللمبة أصلحها، خرب شيء في الكنب أصلحه، أنا عايش فيه، أنا ما قررت أطلع منه. بس لو أنا أبعد أقول يا الله اللمبة خربانة، يا الله الكهرباء خربانة، يا الله التلفزيون خربانة، وبس أتشكى وأتذمر وما أصلح، بعد فترة البيت هذا راح أبغضه، لأنه كثير أشياء خربت فيه وأنا عايش فيه وما بصلح، يعني لا بصلح ولا طلعت. أكيد في يوم من الأيام حاجة أقول والله هذا البيت ما يصلح، لكن مهم جدا أنه أنا أستوعب طول ما أنا في هذه العلاقة. طيب أستاذ تركي بشكل سريع، معلش المقاطعة، أنه عطنا قواعد السعادة الزوجية بشكل سريع. يعني هو ما في قواعد ثابتة أنا أقدر أعطيكي بشكل سريع، بس خليني أنا أقول من أبرزها. أهم النقاط اللي تساعد أنه العلاقة هذه تستمر 3 أمور. الأول التقبل، أنه أنا أتقبلك وإنت تتقبلني. إذا في أشياء نواقص هذه من عدم الكمال، ما أقدر أعيش معاه هذا موضوع ثاني، ما أقعد أنتقدك طول الوقت. الثاني الاهتمام، وهنا يجي موضوع الإصلاح الذاتي. مدام أنا مهتم بيك ومهتم بالعلاقة، راح أشتغل إنه أنا أحسن من نفسي وأحسن من هذه العلاقة، اللي هي الاهتمام. الشيء الثالث اللي هو الالتزام، إنه أنا طول ما أنا زي ما مكتوب وراي، طول ما أنا عايش في هذا البيت هصلح الخلل اللي فيه، فأنا ملتزم بهذه العلاقة طول ما أنا فيها. إذا سقط التقبل وصارت العلاقة كلها انتقاد، سقط الانتهاء الاهتمام وما حد بيهتم بالآخر أو بإصلاح العلاقة أو بالبيت، وما في التزام، كل واحد في جهة وكل واحد بيسوي اللي في رأسه وبيلعب، تنهار العلاقة. فتقبل اهتمام والتزام بالنسبة لي هذا مختصر يعني مفيد للحلقة. طيب احنا كل الشكر نقدم لك أستاذ تركي خان على هذه النصائح الجميلة وعلى هذا الحوار الأكثر من رائع، والروح من جديد لهدى في دبي.